السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اليوم راه متواجد معنا الشيخ علي طوبال، غني عن التعريف، رسام نحات على الجبس، صانع الآلات الموسيقية، كاتب للكلمات، وعنده كتاب تاعو خرج مؤخرا، العنوان تاعو حقائق واقعية، حوادث حقيقية. وكاتب للكلمات ومؤلف كومبوزيتور شانتور. واليوم ان شاء الله نطرحوا عليه سؤال، هذه مدة ما شفناش. واش رايك اخويا علي في مدينة دلس كي دخلوها في التراث؟ والله يا اخويا العزيز، واش نقول لك؟ دلس دلس راهي تعاني، والله تعاني دلس. كي جاو اللي اسوها، كي بعث الداي باش ياسس الاماره ديالو هنايا، كي جا المعز بن الصمده الاولى من قوه اللي شافها، يعني جنه لا تمثل، على كل حال حلف وقال والله الا جنه. الور من هذاك اليوم عاشت دلس عاشت ريمو في وقتها. كانت تدلس حية بهي بناسها بمعيشتها في كل ميدان، في الثقافة ولا في المعيشة ولا في كل شيء. نحكي لك همالة، هذه ماشي اليوم، هذه جيت 76 77، كنت رئيس في الشاليتي ذاك الوقت هذاك، وكنت بحري ثانيك هذاك الوقت، كنت بحري مع عاد الحق رئيس. دخلنا بالشاليتي للعاصمة للجزائر، جبدنا شاليتي في الكال تاع كيما تاع عند تحت لا غرون بوست داخل الباسان وبيشري. ايه انا نقو فيه شويه هكذايا، كي سلكنا انا قلت نضرب الدوره لجهه لابيشري، لقيت واحد الصياد تما كيصيد، محفف قرعه طويل للذات، لابس تريكو بحريه، سروال طروافيل البلون، الله الله حفيان، راه داير بجقي في المونشابالي. ايوا وعندو قوب مع الساس تاع البور، يكرط هكذا ويلايم الى قبل القوب ديالو، يطلع لي زويتر السرنبق. وقفت عند راسو انايا، السلام عليكم، رد لي السلام بلا ما خسر، ما خسرش فيا. اش راك تواسي البركه؟ قال لي راني نلقط ليمول باش نصيد. قلت له واش تصيد؟ قال لي نصيد لي صار. قلت له البوسنان؟ انا كي قلت له البوسنان بلا ما خزر فيا، قال لي انت مدلس. راه لقطو ميم طون كي قال لي انا مدلس، دهشني. كي قلت انا بوسنان، على جال حنا نسميو الحوت بليسن، هو اللي صار. كي قال لي اللي صار، معناتها البوسنان الشغر القنشور هذو كاع اللي مو في 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 مرميطه واحده، سلاله واحده. قال لي انت مدلس؟ قلت له بلا ما خسر فيا، مازال وراه التي مع مع الصياده ديالو. لا قال لي انت مدلس؟ قلت له مدلس. قال لي بغيت تقول لي بلي انت مدلس؟ قلت له انا مدلس. قال لي وليدي، قال لي بكري كانوا دلالسه. قال لي ذوق قعدوا غير درارزة. هذاك الوقت على سبع عقليتي ما فهمتش مليح، على جال كنت مصغر هذاك، يدرزو برك ما انت يدرزو برك. قال لي نحكي لك نهار اللي كان دلسي جل قهوة البهجة، شكون اللي كان داير في باله ذاك الوقت هذاك، شكون هو هذا الدلسي؟ ما على باليش، جا في العاصمة، جا ويضرب فيها غير الفنانين. قال لي كان دلسي كي يجي لقهوة البهجة يسناوه. قال لي لا يسناوه، قال لي شوفوا كيفاش يقعد، كيفاش يهضر، وكيفاش يلبس باش يرفدوا عليه. قال لي على جال شونغاي مخدوم في لاشين. قال لي لاق بيه هو هذاك الدلسي، هذاك هو الاولاني لاق بيه. قال لي داك التريكو مارين، ديك شويشيه نص راس خرابوش كذا، هذاك السبرتينه تاع الحلفه. قال لي ما كيعود طلع على القصبه، قال لي تحكك الحيط وذاك البيري راميه بجم. قال لي شوف التواقي قاع ينفتحوا، سبحان الله العظيم. قال لي لا باللبسه ديالو لا من الكلام ديالو كيعود يهضر، قال لي يرفدوا عليه الناس.
الور خلقني انا في ذاك الهضور هذاك ما فهمتش ما فهمتش حتى روح فاتنا 2000 باش وليت نخمم عليه وقلت شي كلام اللي قالوا هو قلت واحد الباراغراف في القصيده ديالي تاع يد اللس احكي لي واش صار يد هذيك تاعك وين قلت فيها الكلام اللي قاله لي هو يد اللس انت تحفى حتى في الباسك ولدك الشيخ كارسن البان واللهجه رقيقه ورايقه في لسانك عجل فاق لي بها باللهجه هذه الور هناك اللي تفكرته هو ودرت هالكلام اللي قاله هو هاي علاش درت ما كانت بكري حضاره ايه ولكن هضروا على كي وين لحقت يعني دلس في هذا التورات اللي دخلت فيه والله غير حاصل علي وسبورنوتيك هذاك اللي ريبو درني او سبورنوتيك سبور ما تفكرنيش تفكرنيش رانا بالوجعه هكذا شوف انا كنت قاعد هنا في بلاصتي هنا وين من الفندق هنا في الجنين جيت العشرة هكذا قلت الله غير نضرب دورة باش نطلع على الجبيس البور لحقت الثنا كنشوف لا كريو كي كانت تمشى البوكلا كانت تمشى ودرت يدها هكذا يا البرا ديالها درت في سبروتيك تقول شي حطت لي هذاك البوكلا تقول شي حطت لي يدها هنايا هي طبعت هكذا وانا حسيت الوجعه هذيك جنابك ايوا والله تقول ضربت لي في جنابي راب سبورنوتيك ما بقى سبورنوتيك غير حكايه وهذا سبورنوتيك هذا كان حاجه بكري اللي كان حاكمه القاوري كان يسموه مونتيغي هكذا كان فيه الرئيس جورج هذا يا كان هو اللي دور الداخل لابس كلش ابيض وكذا هو اللي قايم بلا جيرونس ديالو الداخل يعس وكلش وكانوا لي فوالي كانوا لي فوريان هادو اللي وين يتعلموا لا فوال الداخل كانوا لي بيليسوار هادوك اللي يتعلموا يركبوا ثلاثه ويبداو يقدفوا كانوا لي بالينيير اللي يركبوا 20 واحد فوق منهم طوال كنا علاش يسموه سبورنوتي كانوا يديروا فيها الرياضه تاع البحر ايوا مي اليوم هاوليك هاو ما بقى لا سبورنوتي كيما قلت ما بقى لا صور رانا نشوفوا المعالم تاع دلس يروحوا بالنوبه وما كاش كاع ساكتين نخزروا هكذايا نشوفوا في بلادنا ضايعه ونخزروا ورايحه شفنا الصور راب شفنا سبورنوتيك راب هالك البوري باش ورايح راح بتي روبنسون راح وكاع كان جلورا جلورارج هذاك شكون ها جلورارج هذاك ايه جلورارج راحوا كلش تسمى اللي كانوا يحبوا يقولوا جيبوا لنا التوريست بكري لهنا بلاد كانت لي باراسول كي نحطوا في لي صالين لهيه بالديمونش لما تشوف العين التوريست كانوا التباقي ينباعوا كان لي زويتر ينباعوا اللوكي لي زورسان ينباع الامحار ينباعوا كل واحد عايش وكل واحد والدنيا تمشى الله الله وعد بلاد زهوانيه كان الفن من كل نوع كانت راقيه دلس كانت ما كاش واش نقول لك والبلاد البلاد ياخذها من دارو البلاد الا كان ما خدموهاش ناسها ما كاش اللي يجي باليلك عند الباب تاع الدار ديالك ناسها هما اللي لازم يوقفوا عليها ناسها لازم يبكوا عليها ناسها لازم يضربوا عليها ناسها اللي عاشوا فيها سي اون بارتي منهم هو هما منها وهي منهم وهما حتى ليها يعاودوا يولوا حتى ليها شوف هذا كيفاش نمثلها هنا دلس كي نهضروا على الباتريمون باغزومبل هذا الباتريمون ناسيونال هذا اللي دخلت ليه هذا انا نمثل دلس كي نهضروا عليها نفخروا بها نقول دلس كانت بلاد تاريخ وما كاش واش اللي تحكي عليها ايه هذا الجده هذه اللي قديمه 3000 افون جيزي كري اليوم لانا في لون 2000 ونشوفوا فيها تديغرادا كل يوم مارش اريال نمثلها لواحد الجده اللي نزوخوا بها نقولوا هاد الجده نبغوها لا كرون مير نزوخوا بها وكي من قوت اللي نزوخوا بها ديناها لدار العجزه درناها في هذا ان هذه الدار العجزه هذه الباتريمون ناسيونال هذا تمثلته دار العجزه رحنا درناها في دار العجزه خليناها في دار العجزه دينا لها محرمه
نهار اللي طلينا عليها درنا لها محرمة، والمحرمة معناتها هذيك الحلية اللي داروا لها كاع الدلس راهي 16 قطر كاع حليها. الزنق هذاك. الزنق هذاك. في الصيف على بالك إذا كانت سخانة كانوا تولي 80. وخلينا هكذاك ونقولوا بروح ونقولوا نواسوها. هذا اللي خليناها كاع بالزنق هكذاك. ضربك ما عرفناش اسك نزيدو خطوه للقدام ونواسوها ولا نريبوها ونقلعوا الزنق هذاك نعاودوا نحيوها ريستوريوها. اي بورتون انا راهم كاينين جابوا دي بروتوتيب، جابوهم من تونس جابوهم من اسبانيا باش يشوفوا كيفاش البنيان القديم هذا تاع العرب كيفاش يرموه. الطينة كاين، الحجرة كاين، القصب كاين، الزيتون كاين، ويعاودوا كل دار تعاود تطلع وتولي ويجيبوا لنا التوريست ويعاودوا كيما راهم هذوك اللي خلاو العرب في اسبانيا في زمورة الفوق تصيب الصحين وتصيب السبالة عند الباب مازالها لليوم. البيور الداخل والبير الداخل ايه وهذوك ياسمين مغروسة قدامه الياسمين والنوار وزيد هذوك القناطس اللي لداخل الديار هذوك فيرناوهم بالسوسه، السوسه كلاتهم وراهم فيرنيين ويجيو يسكنوا فيهم التوريست يعجبهم الحال في دوك ديال الخدم بقرمود عرب هكذاك وشابين. اشن هو البلاد كي يغيبوا ناسها يطيح قنطاسها ما يبقى لا قنطاسها ولا ويزيدوا يخربوا ساسها ويجي كلش من ناسها. الا كان نواو الناس يخدموها يخدموها ولا يخليوها تضيع يشوفوها تروح وراها رايحه كل يوم تديغرادا وكل يوم كل يوم والله ما عرفنا وين رانا رايحين ندلس. هاي حكمه وراها وان شاء الله ربي يلطف بنا يبدل بنا الساعه هذه وتولي مزدهره البلاد ديالنا ونعيشوا لها هذا الشويه اللي قعدنا هذا ويعيشوا ولادنا ملاح فيها. والشعبيه كيف تدلس كيفاش رايحه انا تاعها؟ الشعبي تدلس ان شاء الله. الشعبي نقولوا برك بلي كاين الشعبي في دلس ما كانش نقول ماشي حبي يقول كي حبست انا نحبسهم كاع معايا. روح قول لي واش كاين قول لي ولا كاين غير هنا كما قلت لهم زمان انا نهار اللي سقساني ذاك الجورناليست قال لي على ما خرجش. السلام ورحمه الله. على ما خرجش ندلس. ايه. قلت له على الجال كاين السور وفيه سبع بيبان. هذاك السور تاع تربيت لداخل منه. كي شغل العصفور كيكون لداخل القفص. العصفور كيكون لداخل القفص. بالمطول شغل يتكسر الجناح ليه. تتفتح له القفص يقعد لداخل مسكين. هكذاك. يتكسر الجناحتين. هكذاك. البيبان فتحوه كاع مكسرين والسور تكسر وانا قعدت لداخل. الفن لهنايا وشكون اللي يستغل لك هنايا؟ وشكون اللي يصفق لك هنايا؟ شكون؟ إلا تخدموا روحك والله غير شوف كاين شي ناس يفرحوك يقولوا لك تبارك الله فيك في هذا الكلام اللي قلته ولا في هذا الشعر اللي راك درته ولا تفرح به هذاك هو الخلاص ديالك. وما شفناش فنان اللي عايش بالفن ديالك. قليل الفن في الدلس قليل. ما راناش نشوفوا واش كاين ديار تاع ثقافه اللي راهم ينشطوا ولا ما شفناش والو. ما كاش بكري كاين السبعينات انا درت تياتر وخدمت في لابياس تاع موليار وخدمت في لابودر دانتيليجونس تاع كاتب ياسين وخدمت المسرح ودرت المسرح. واش من رولي كان عندك طاولك في انا في لابياس دانتيليجونس لابودر دانتيليجونس تاع كاتب ياسين غبرت الذكاء كنت كلوفي. لعبت كلوفي. كلوفي. مازالك شافي الدور تاعك. مازال شويه هكذاك. كي دوز ذاك اللي كان يقري في وليد السلطان ونقول له الشعب ما يبطاش باش يهجم على العاصمه وكذا وين راك غادي بهذا الزربه يا ايها الفيلسوف. الصحابه الله فيك. قلت لك وترجمنا لا بياس تاع موليار هذيك وخدمناها بالديكور ديالها من هذه في السبعينات. مي دروك قول لي لك شما كاين. شوف خدمنا لي ماريونات درنا الاوركست كنا واحد 40 واحد وخدمنا اللي علينا مي ما بناش مايش عارف عليها كيما قلت لك كاين صور والدلس هذه راهي كي شغل على بالك الدنيا هذه
كل في كل حاجه عندها راسها وعندها زاكتها. ويجيب لي ربيع الجل الدلس خارجه شويه داخل البحر. ايه ذاك خارجه لداخل البحر يجيب لي ربي بالك الدلس هي زاكتها الدنيا. ما نعرف. والابن ديالك نبيل راه ثاني في الطريق ديالك راه نبيل والله وراه ما في الطريق مليحه وراه كل يوم يتألق ماشي من يغيضك الحال تشوف يعني ما كاش لونكوراجمون. صح راه يرى فنان وراه من الروح وتاع روحه وتاع المدينه ديالو ولا بصح ما كاش لمن كل يشطح اللعنه وراه انتظر باش تطح اللعنه ما يعرفش لا فالز ولا هدي ولا لا هذه اللي بارك الله فيك اخويا علي يعطيك الصحه هضرنا شويه والله اللي قد ما تهضر عليها قليل البلاد هذه يا ربي يستركك انا بكيت عليها سمعنا سقساوني عليها بدموع لاحيه كنت حاضر ثم يا فيك تعيد دلس كاينه منها كاينه وانا الكلام اللي قلته عليها ما كاش لي يعني كاين ناس براويه من الماريكان وقالوا لي يعطيك الصحه كملنا في ذاك الرفران تاعها عليه يا دلس احكي لي ماذا جرى لك قول لي علاش دار بك الزمان ايوا انهنتي وشينتي وتبدل حالك بعد ما كنتي من اروع البلدان لكن عند ناسك واحبابك ديما مازالك تاريخك هو البرهان ها هو الكلام ديالها هذه اللي خدمتها يعني الدلس قلت باش نشط هذه كي قلتها هو فيه باين قلت عند ناسك واحبابك ديما مازالك هذه كانوا بعثوا لي بعثوا جاتني بريه قبل ما يتاسسوا الاحرار هذا قبل ما يتاسسوا الاحرار خموا بلي لازم يعني يكونوا شويه تاع فنانين في وسطهم بعثوا لي بريه باش نحضر انا كنت بيرمانونس في الخدمه ديالي ما طاكش نحضر قلت يلزم لي هذه عمري هضرتها هذه هي الحقيقه تاع علاش خدمتها قلت يلزم لي نوجد حاجه اللي ندير شغل نونكوراجمون لهذه الجمعيه هذه هذا الاحرار هذو هي اللي باش يكونوا متحمسين بالدلس هاي السبه اللي باش درتها وسي فرصه اللي قلت عند ناسك عجل قلنا نحوسوا غير على ناسها ونجيبوا اللي راهم في الجزائر ونجيبوا اللي راهم اللي يقراوا الكفاءات تاع ولاد البلاد هذه السبه ديالها اللي باش خدمت فيها الجزائر هي سبتها نهار اللي عرضوني الاحرار فرحت ما قلت هم عرضوني الناس بلادي اللي باش نساهم في الاخر ما حضرتش الاجتماع هذاك ولكن درت هذه وكانوا يعرضوني باش نبينها وبينتها بزاف بينتها يعني ولاد البلاد اللي راهم في الخارج عليه واش تقدر تقول لهم راهم ديما يسقسيو عليك ويبلغوا لك السلام ان شاء الله يجيو بخير وعلى خير لبلادهم الصحه المكتوب ديالهم رماهم بعيد كل واحد ما يطيقش يغير البلاد من الكتبه التيب انا كي تسقي لك الاستراليا تسقي لك كندا تسقي لك حتى لهندوراس وتروح وان شاء الله يجيو بخير وعلى خير كاين اللي غريب بعيد وكاين اللي غريب في بلادو ها اللي غريب في بلادو اللي واعر شغل كيما قالوا هيت من قلات غريب ورزق راه غلب انا يا انا سنز نحكي لك هذه القصه هذه كاين واحد جاز قدامي هكذايا كان قرب بعيد وهو كان عنده مده ما شافش مواليه ايوا مواليه غير هنا في الجزائر كل حال مي كانت عنده مده ما شافهمش أجبت التليفون قلت له هاك تليفوني ليماك حكم التليفون والو عنده تليفون هو فكرت في يماه قلت له تليفوني ليماك تليفون ليماه كان واحد الشيخ إيميغري قدامي كي تليفوني ليماه رد لي البورتابل وراح هذاك الشيخ هذا قال لي يعطيك الصحة وليدي قال لي أنت تكون مغرب قلت له مجرب قلت لهم بصح ماشي مغرب والله عمري خرجت من بغلية ما زدتش فهمت كيف ها كيف الانسان ولو ماشي غريب ولا الاخر مصارك غريب في بلادك وتعرف واش معناتها الغربه يعطيك الصحة خويا عليك القصرة معك ما تنشبعش ان شاء الله يعجبهم واش هضرنا ما ياخذوناش بالسوء ما يفهموناش ما يفهموناش الانظار حنا ماذا بينا حبي يقول كي نهضروا على البلاد هذه ماذا بينا نشجعوا الناس باش
يفيقوا بلي بلادهم ما يسمى يخدموها. يفيقوا، احنا ما عندناش دايمين على الكاش. بارك الله فيك، بارك الله فيك، الله يسلمك. صحيت ها.